السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال فودة من فوتوشوب. عندنا النهاردة فيديو جديد هنشرح فيه ازاي نوفر عليكم لو انت عايز يكون عندك في البيت طبعة تصوير وسكانر بسعر قليل. شوفوا الفيديو ده. اقل مالتي فانكشن برينتر دلوقتي في السوق مش اقل من 4000 جنيه، ده اقل حاجة. طبعا 4000 جنيه مش مبلغ قليل. طيب لو انت عايز يبقى عندك برينتر وسكانر وكوبير بسعر رخيص او بنص تكلفة تقريبا اللي انا ذكرتها من شوية، تعمل ايه؟ او لو انت عندك برينتر بس وعايز يكون فيها تصوير وسكانر تعمل ايه؟ اول حاجة يكون عندك برينتر او تشتري برينتر لو انت مش عندك، وهتشتري السكانر ده بس مش نوع تاني. لازم يكون السكانر اللي انت هتشتريه فيه اوبشن الكوبي، اهو في كوبي. طيب السكانر ده بنبيعه لوحده ب 500 جنيه، فانت لو عندك برينتر هتجيب او هتزود 500 جنيه وهيبقى عندك فيها تصوير وسكانر. تمام، كل اللي احنا بنعمله بنعرف البرينتر اللي انت لو هي عندك بتوريدي بتبقى متعرفه، او لو انت هتشتري برينتر بتعرفها وبتعرف السكانر على الجهاز. ومجرد ما تضغط كوبي، الاثنين طبعا متعرفين على الجهاز، مجرد تضغط كوبي السكانر بيفهم او فاهم ان الجهاز متوصل عليه طبعة، بيروح جاي مدي الاوردر على طول للطبعة بالكوبي. طبعا احنا هنحط الحاجة اللي احنا عايزين نصورها هنا، وليكن مثلا الكارت بتاعنا ده، وهنقول له كوبي، وهنستنى لحد ما يسحب منه نسخة، هنلاقي ان البرينتر بتطبعها على طول. طيب ده احنا دي طريقة الكوبي. طب ولو السكان، سكان من على الكمبيوتر، تسحب سكان من على السكانر على طول. طب لو طباعة، طباعة من على الكمبيوتر، ده امر فالبرينتر هتطبع. فاحنا بقى عندنا دلوقتي طبعة وتصوير وسكانر. دلوقتي اهي طلعت لي الكارت اللي انا مصور صورة 10 على 10. تمام، فبنص التكلفة او بسعر برينتر هيكون عندك مالتي فانكشن برينتر. زي ما قلت لكم اقل برينتر مالتي فانكشن فيها تصوير وسكانر دلوقتي 4000 جنيه، وبتسمع 7 و8 واسعار غريبة كده. لا، انت لو جبت برينتر مثلا ب 2000 جنيه انت والسكانر ب 500 جنيه، انت بقى عندك التلاتة في واحد وحجم صغير لان المالتي فانكشن حجمها كبير، ومشاكل اقل لان المالتي فانكشن مشاكل كتير. ف بمبلغ قليل انت بقى عندك طبعة متعددة المهام. اتمنى يكون الشرح بسيط نال اعجابكم. كان معكم كمال فودة من فوتوشوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.